السلام عليكم، كيف الاحوال ديالكم؟ كنتمنى تكونوا مزيانين باحسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جيتكم بواحد الفكره اللي واعره بزاف وفكره جديده وانا متاكده غتعجبكم بزاف بزاف. هذا واحد البروجي اللي جديد ديال العمله الرقميه، واحد العمله الرقميه اللي جديده واللي صراحه فيها بروفيت وفيها ما يدار، واللي عجبني فيها انها مختلفه على الطرق الاخرى. فاليوم ان شاء الله نشارك معكم هذا البروجي ديال هذه العمله الرقميه، نشرح لكم كل شيء فيه بالتفاصيل، كيفاش تقدروا ديروا، شنو هما المميزات ديالو، كيفاش انا نقدروا نحققوا منه ارباح، وكل شيء ان شاء الله بالتفاصيل، ويكون شيء داكشي تطبيقي باش تفهموا اكثر، وكل شيء يكون خطوه بخطوه. نتوما عارفين انه في هذا لي بروجي صراحه ما كيتشرحوش بزاف، وما كتجي انه كتجبر مثلا تشرح حتى الناس خدات بروفيت واللي ربح ارباح عاد موراها كيتشرح ولا كيتلونصا، فما كيكونش بقى فيها اصلا ما يدار. لكن اليوم ان شاء الله نحاول انه نشرح لكم ونطبق معكم كذلك، ونوريكم كيفاش تعدلوا من الاول حتى الاخر، وكل شيء بتفاصيل ان شاء الله. واي واحد ما فهمش شي حاجه يكتب لي في التعاليق، نحاول انه اليوم الفيديو يكون تطبيقي اكثر، ما نشرح لكم يعني بالهضره، انما نشرح لكم في الحاسوب ديالي، اشرح لكم كل شيء بالتفاصيل. بغيتكم فقط تركزوا معايا مزيان على اي حاجه نديرها واي حاجه نقولها، باش الانسان ما يخرج من هذا الفيديو الا ويكون مستفد ويكون عارف انه شنو خصو يدير باش هو يحقق ارباح من هاد الطرق هادو، حيت هاد الطرق صراحه يعني ماشي بحال اي طريقه، طرق اللي خصها شويه التركيز وشويه انه تكون فاتح دماغك معايا في الفيديو باش تفهموا اكثر واكثر. كذلك حتى في هاد الفيديو ما نسيتكمش، وكاينه مسابقه ديال الدعم مبلغ مالي وكذلك دعم القنوات. باش تشارك في هاد المسابقه الامر سهل، في هاد الفيديو كيجوز واحد الحروف اللي كيكون واحد الكلمه، اصاب داك الكلمه تخليها لي في التعالق، وكنختار جوج اشخاص، الشخص الاولاني كيربع 20 دولار والثاني كندعم القناه ديالو. اذا بغيتي تشارك فقط شاهد الفيديو، عرف الحروف، قولي الكلمه، كذلك اعمل لايك لهذا الفيديو واشترك في القناه، ان شاء الله تكون احد المحظوظين. ودابا بلا ما نطول عليكم ندوز باش نشرح لكم كل شيء في الحاسوب، فيلا بينا على بركه الله. ودابا غادي نشوفوا البروجي ديالنا مع بعضنا كاملين. البروجي اللي درت لكم عليه هو ديال واحد العمله الرقميه. هاد العمله الرقميه اللي زوين فيها انك تكون هولدر ديال العمله الرقميه، وفي نفس الوقت كتربح واحد الارباح بشكل مستمر مدى الحياه ديال 8% ديال بيو اس دي، ابار العمله ديالك اللي نهضروا عليها واللي انها كتصعد في الثمن وكل شيء بالتفاصيل. هذه فقط مقدمه بسيطه باش تعرف شنو انه كاين. دابا ندخلوا للموقع ديالو ونمشيو خطوه بخطوه. هنا الموقع ديالهم فقط كيبين لكم داشبورد البانك سواب باش نشريو العمله، هنايا زعما داك الويت بيبر ديالهم، الكونترا ديالهم وكل شيء، ولكن حنا نمشيو خطوه بخطوه. اول ما نمشيو لهم ديال الموقع فكطلعنا على هذا الشكل هنا، كيعطيونا لمحه على البروجي ديالهم اللي دابا نجوزو معاه خطوه بخطوه. اول حاجه كنجبرو هنا ويلكم تو BUSD Factory، فهذه هاد العمله هي اللي كيدخلوا لنا من الارباح. العمله اللي كنشريوها حنا من الموقع هي PDF، هذا هو الاسم ديك العمله الرقميه اللي ناخذوهم. وكما قلت لكم حنا ديما كيدخلنا الناس اللي حاملين اللي شارين هاد العمله كيدخلنا تخيلوا 8% على اي عمليه شراء ولا عمليه بيع اللي كتوقع في هاد العمله هذه، كيدخلنا حنا 8% يعني كل واحد عنده هولدر ديال هاد العمله كياخذ نسبه ديالو. المهم هذه الاسم ديال العمله PDF، فكنهودو هنا باش نشوفو هاد العمله هذه شنو كدير امورها ان شاء الله. نمشيو للرود ماب ديالها باش نعرفو زعما شنو المخطط ديالها وشنو دارت، ونشوفو كلشي بالتفاصيل. اول حاجه هنا اللي عجبتني بزاف هما قالوا لك ان هاد العمله هذه اذا بغيتي مثلا في كل معامله ما تقدرش تشري اي كونتي تبغيتي، ولكن في اي معامله كتقدر فقط تشري 0.125% اللي هي بالبي ام بي 0.7 بي ام بي. هادشي علاش كيديروه؟ باش انهم ما يخليوش الحيتان يسيطروا على هاد العمله، فحال اللي كيوقع بزاف العملات مثلا فحال بيتكوين كما شفتوها انها طاحت بزاف. هذه اول حاجه اللي عجبتني. موراها كاين هاد 1% كتمشي باي باك اند بورن. هاد باي باك اند بورن هي كتمشي للمحفظه ديال الحرق باش العمله ديالنا كتنقص، وفي نفس الوقت كتكون السعر ديالها كيطلع. نتوما عارفين ملي كيوقع الحرق ديال العمله شنو كيوقع. موراها هنايا هذه هي 8% اللي كيهضروا لكم عليها، اللي كتقسم على الناس اللي عندهم هاد العمله اللي شارينها يعني الحاملين ديال هاد العمله. موراها هنايا
نهودو باش نشوفو رود ماب ديالها. هنا كيقولوك العملة كيفاش يعني كتقسم 30% بابليك سيل، هنا اكتشينج وباي باك 30%، 10% ديال ماركتين واليت. وهنا كيقولوك زعما شنو هي العملة، الاسم ديالها هي بيو اس دي فاكتوري، وهنا السيمبول ديالها بي دي اف، وكذلك الماركتين واليت هادي عاد وروها هنا، يعني حتى الماركتين واليت ديالها كتاخد 1.4%. ونهودو دابا رود ماب. رود ماب اللي هنا بادية من 2023، صراحة بزاف الحاجات اللي هنا دارو، يعني هما كانوا عاملينهم في رود ماب ديالهم، الحمد لله تزادو، بحال انها تلونسا في البانكيك سواب، ودابا الحمد لله كاينه في البانكيك سواب، ونشريها معكم اليوم نيت في هذا الفيديو من بانكيك سواب. مورا هنا كاين بزاف ديال الحاجات، بحال انا الكونترا ديال اوديت وديال كي اي سي راه ديجا كاينين، نوريكم هذه الاولى كما كتشوفوا كي اي سي سيرتيفيكا، ها هي السيرتيفيكا ديالهم. كذلك شفنا واحد حاجه اخرى اللي هنا تحققت الحمد لله، هي ديال اوديت، حتى هي الكونتراكت ديالهم، ها هما. يمكن لكم انكم تدخلوا لهادشي، نخلي لكم روابط باش نتوما تاكدوا من كلشي. موراها هي رود ماب كما كتشوفوا باقي طويله، هنا شنو دايرين، هنا كذلك الماركتين سوسيال تويتر هادو ديجا عندهم. هنا عاوتاني قالوك انهم ديجا كيفكروا انهم يلونسي واحد الاب ديالهم، والاب الاولى والثانيه، وهنا بزاف ديال الحاجات. يعني انا نخلي لكم رابط ديال المنصات تقدروا تشوفوا تقراو هادشي على خاطركم، الناس اللي انتريسي بهذا البروجي هذا. وهنا وورلد وايد كوميونيتي ديالهم كما كتشوفوا هي تويتر. دابا غادي نمشيو للجزء الثاني، وهو اننا كيفاش نشريو هاد العمله، وكيفاش انا حنايا يعني نحصلوا على ارباح ديالنا من هاد العمله. هو فقط خصكم تعرفوا واحد الحاجات مهمين اللي نقول لكم دابا، اللي خصكم تعرفوا انها كل ما كتزيد النسبه ديال العمله اللي عندك في المحفظه ديالك، كل ما ارباح كتوصل لك اسرع واسرع. ولكن الناس اللي كتشري واحد الهولد اللي كيكون صغير ضروري تزيد تستنى شي شويه باش يوصلوها الارباح، حيت الهولد كل ما كان صغير الارباح كتكون يعني كدي وقت، والعكس الناس اللي كتكون عندهم بزاف ديال العمله راه الارباح كتكون كثيره، يعني هذه حاجه باينه. والناس اللي ما بغاش انها تستنى حتى يدخلوا لها الارباح، كتقدر دير واحد الحاجه، كتجي هنا الموقع عند الداشبورد كتم الكونيكت، مي كتكونيكتي يعني الواليت ديالك سواء الميتا ماسك ولا تراست واليت ولا المحفظه الاخرين اللي نوري لكم من دابا شويه، فالارباح ديالك يعني تولي توصل لك دغيا. ولكن ضروري تدفع الغاز في، يعني اذا بغيتي انك دغيا يوصلك الارباح ديالك وبلا ما تستنى تكونيكتيها ودفع الغاز في، نتوما عارفين هادوك ضروريين. مهم دابا الحاجه اللي باقي ندوز ان شاء الله باش نشرح لكم هنا في البانكيك كيفاش اننا نشريو العمله ديالنا. وهنا ملي كندخلوا للبانكيك سواب، اول حاجه كنديروها ضروري ربطوا مع المحفظه ديالنا. فاول حاجه كنمشيو كنعدلوا كونيكت واليت، هنا تختاروا يا الميتا ماسك ولا كوين بيز باينانس ولا تراست واليت، انا نختار تراست واليت. غادي نكونيكتي دابا الواليت ديالي ديال تراست واليت مع البانكيك ونرجع لكم. من بعد ما ربطت الواليت ديالي كطلع على هذا الشكل، هنا كطلع الواليت ديالكم. دابا جا الوقت باش اننا نشريو العمله ديالنا، هنا انا نختار نشريها بالبي ام بي، وراه العمله ديالنا انتهيت. انا غادي نشري واحد 11 دولار اللي هي تقريبا 0.04 بي ام بي. هنا تاكدوا تكون عندكم 18% باش تكون بسهوله، يعني دغيا تجوز لكم المعامله ديالكم. ها شحال كيعطوني ديال العمله كما شفتوا. دابا انت كيف ديك سواب في في السرق، هنا صافي نستنى شي شويه صافي، هنا تكونفيرما صافي يطلع لكم المعامله ديالكم. دابا المعامله تمت بنجاح، صافي دابا بقى غادي نستنى الارباح ديالي يدخلوا. واجي نوريكم كيفاش تدخلوا البيو اس دي في تراست واليت ديالكم. انا هنا فتحت تراست واليت ديالي في التليفون باش نوريكم. نخلي لكم هذا الرقم هذا، يعني هذا فحال الكود هو رقم ديال الكونترا، فهنا تحطوه في تراست واليت ديالكم يطلع لكم هاد التوكن هادي، فترجعوها في الخضر يعني تكونفيرموا عليها باش كترجع تطلع لكم هنايا، واي ارباح كتدخلكم كتلقاوها هنا، حيت اذا ما درتوش هادشي من تجي الارباح ديالكم الدخول ما تبان لكمش. وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى ان الفيديو يكون اعجب ديالكم، وكذلك استفدتوا منه بزاف. شوفوا فيديو جديد ان شاء الله، تهلاو فراسكم وبسلامه.